والله احنا نسمع مثل ما تسمعون، هي دعوه في الاعلام، ما لم ياتنا شيء رسمي. نحن الان القضيه قضيه بلد، وما يجمعنا هو اكبر مما نختلف فيه، ولذلك الكويت اهم واكبر واسمى من الجميع. اي واحد عنده هدف من اجل حمايه البلد، الدفاع عن حقوق الشعب، مواجهه الفاسدين، هذا سوف يصطف معنا، لان هذا طريق سلكناه نحن ويسلكه غيرنا ويسلكه كل شريف ومواطن، سواء مواطن او سياسي، في مواجهه الفساد وايضا عمليه الاصلاح التي يسعى لها كل مواطن خير وصالح في البلد. احنا كل دعوه، اقول لك كل دعوه من مصلحه البلد نحن من يعني يدعمها، وايضا احيانا نقود هذه الدعوات، وسبقا وجهنا دعوات بهذا الاتجاه.